ورجعنا لكم من جديد مع خبير تقنية المعلومات أيمن عيتاني. اليوم بدنا نسمع منك أيمن، شو صار مبارح؟ لأن إحنا صرنا متعودين كتير على الإنترنت، صح. فلما الإنترنت عامل بخ توقف قصة كبيرة بالإعلام، ونحنا بيوقف شغلنا وكل شيء، وكل شيء صرنا متعودين نعمله كل يوم كل يوم كل يوم عليه. هلأ صار في مشكلة مبارح، وكان في شك، هذا موضوع متعمد، موضوع تقني، ليش معقول يوقفوا كل صفحات؟ يعني في صفحات عالمية للأخبار وقفت، بعدين بينوا لا مش موضوع بس أخبار، أمازون وقف، بنترست وقف، في كذا، يعني في كذا موقع وقف، ونحن دغري بتعرفي احنا بناخذ نفس، بنتنفس الانترنت، وراح الاكسجين علينا، تمام. فصار في هالحكي كله. هلا يلي بين انه في مشكله تقنيه صارت، وخلينا نحكي اكثر انا وياك شو هي المشكله التقنيه. هلا يعني طريقه الانترنت اليوم، يعني انا بس روح على موقع سماشي، في مضمون صور وحرف كتابه وفيديو، هالمضمون بيكون موجود على موقع سماشي، بس موقع سماشي بيكون موزع على كذا بلد، يعني في شيء بسموه يعني CDN اللي هو المحتوى عم بيتوزع على كذا بلد، فحتى اذا حدا عم بفوت على موقع سماشي من فرنسا عم بيروح على اقرب موقع لحتى سماشي يقدر يوصل له، اذا واحد بفوت من البرازيل على اقرب موقع للبرازيل. هي معموله لحتى نحن قد ما بنستعمل الانترنت بدنا سرعه، يعني كيف هلا اوبر وكريم 3 دقائق ليجي لك exactly. دقايق، يعني لو امي سمعتني عم بتعمل لي قصه انه ولو انه 3 دقايق، يعني ايامنا ما كان عندنا هيك شيء، يعني تماما. فهي هالفكره، ونحن بدنا بس نكبس الزر تيجي الصفحه نعمل بلاي يلعب الفيديو. هيدي المواقع، هيدي الخدمات موجوده لحتى المضمون يتوزع على كذا محل بالانترنت بالعالم، لحتى وين ما نحن موجودين، من ماليزيا، من الامارات، من السعوديه، من البرازيل، من فرنسا، نوصل لاقرب، يعني لاقرب موقع لحتى نقدر نشوفه. لما في مؤسسه كثير كبيره صار عندها عقل تقني يلي اثر على كل هيدي المؤسسات. طب وشو سبب يعني هيك خلل كبير صار؟ يعني مثل ما ذكرت كان أمازون، إي باي، تويتش، حتى مواقع إخبارية، غارديون وغيرها. يعني هلا هي الطريقة اللي بيشتغلوا فيها. هلا يعني أنا كمان كنت ركب هيك أمور، يعني كنا نسافر على أمريكا، كنا نفوت على غرف، يعني شو بدك غرف هي يعني مش للإنسان، للمكانات، كنا نلبس جاكيتات لأنه برد، لأنه هيدي المكانات سيرفرز وكلها بتحمى كتير، فكنا نفوت ونركب، كنا نركب سيرفرز، بيكون عندك على مد العين والنظر في عندك يعني عندك سيرفرز، يعني من الأرض للسقف بتحكي 20-30 سيرفر، وعندك يعني خزائن، يعني كيف خزائنتك بتقولي أنا خزائنتي 2-3، وعندك قد ما بدك خزائن على سيرفرات. فهني لأنه في طلب أكثر وأكثر على الإنترنت، دايماً عم بيكبروا هالخزائن وعدد السيرفرات، عم بيحسنوا بالسوفت ليكون في سرعة وكل شيء، ويعني للأسف يعني مثل حيلا أبديت على جهازنا نحن الخاص أو شيء، في أوقات يعني بيخبص، ولما بيخبص عم يعني عادة هني بيكون في ما بيأثر على هالقد عدد، بضل في مشاكل بس مش على هالقد عدد كبير، تمام. يعني وقت تشوف تفتحي صفحة بتعلق تعلي رفرش ورجع بيمشي حال. هون صار العطل أكبر، بس هو يعني منه أكيد منه متعمد، وهو لأنه عم بيكبروا ويحسنوا من هالفشخة كانت أكبر من ما هالتكبير، يعني مو متعمد. في كتير ناس عم تقول هل خلل تقني أم هجوم، وحتى في ناس على فكرة ربطت الموضوع بالفيديو اللي عمله أنونيمس لإيلون ماسك، لهالدرجة صارت الناس تربط إنه الأمور ببعضها. هلا نحن دائما بنعتبر إنه يعني اصعب شيء، بس اذا ولد وقع، اذا صار صوت وقع وكسر حاله في المخ وقع ما صار له شيء، فنحن دائما بنروح على شو اصعب شيء بيصير هون وهيك، يعني بس هو بياثر على الكل. يعني هو كان في خوف انه بس موضوع اخبار، بس انه صفحات الاخبار انه هون بشكل انه متعمد، بس انا فكرت فيها كان واحد رايح المول، يعني كمركز تجاري بقلبه مطاعم، بقلبه محلات تياب، بقلبه محلات موسيقى، يعني محلات هدايا، فإذا المول مسكر أو معطل، يعني إذا تبع السكيورتي ما عم يقدر يفتح الباب ويفوتني، ما حقدر فوت على 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 ولا محل بهذا المول، يعني مش بس وقفت على 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 موقع، فهذا المفتاح إذا بدك، هذا الباب تعطل وتسكر على 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 فترة كثير قليلة. بس هذا اللي بلفت نظري، أكثر شيء بلاقيه هون إنه نحن عم نستعمل كثير كثير كثير، يعني من قبل الجائحة، وهلا أكيد بعد الجائحة عم نستعمل كثير. وتاني شيء نتوقع هلا يعني هلا 5G، يعني اذا بلشت تستعمليه انت عم تشوف بيفرق السرعه بتفرق، يعني وهلا نحن يعني 5G بس يرجع على 4G اللي هو كتير منيح، انك
وصلنا قدمته 3 سنوات زيادة يعني. تماما دلعنا كتير، وصلنا لمرحلة ما في شبع، ما في شبع يعني. أبدا أبدا. والإنستغرام جراتيفيكيشن عندنا كتير عالي، يعني بدنا مثل ما ذكرت كل شيء هلأ هلأ وبسرعة. بس سؤالي إنه مثلا ما في باك أب، ما في خطة باك أب إنه مثلا إذا صار هيك شيء؟ هو في باك أب وباك أب للباك أب وباك أب للباك أب، يعني هو عادة في، وبيقول لك إذا وقع السيرفر بفرنسا بياخذ حده يلي 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 بلندن، وقتها بلندن بياخذ حده ببلجيكا، يعني عادة في هيك. بس هو في لأنه هيدي أنواع السوفت وير فيها نوع يعني بسموه بروباجيشن، يعني هو نوع من اعتبري أنت بالصحراء بس تحطي نقطة مي، كيف هالمي بتروح بكل الرمل الموجود هون. نفس الشيء هالعطلة، هالنوع العطلة التقنية اللي صار، هالنقطة صارت توزعت على كذا محل يلي خليه انه يقشط. بس هذي ما بتصير، هني عادة بيكونوا فوق 99% عندهم هيدي صفتنا بالواحد بالمية امبارح راحت عليهم العمر كله. بس ما مدى خطورة هذا الموضوع يعني فعلا انه تتوقف يعني كل هاي المواقع حتى ولو لدقائق عن العمل؟ هلا بعتبر بالحيصير هني فيه لهون، هني عم تطلع شركة واحدة كتير كبيرة يلي هي عم تقدر تهتم هالمواضيع وعلى سنين ما عندها هالمشاكل. بتصور حيصيروا يعملوها هلا يتكلوا على شركتين ثلاثة كبار لحتى اذا لا سمح الله واحدة منهم صار عندها هالعطلة التقنية، بضل في عطل تقنية بس مش ما بيأثر على عدد كتير كبير لقدي من الناس وهيك. وحتى يعني يمكن لو ما كان مواقع إخبارية تأثروا كان يمكن الناس ما حست فيها بهيك. بتعرف الأخبار دايما عم تيجي على موقع عم تشوف تتابع شو عم والله. بصير وأمازون وهيك. شكله كمان العالمي أنا شو تغرد اليوم الصبح طلع هيك إنه حط سيدي دليفري أو بكرة، أنا ماني مضطر عليه أبدا أبدا يعني إيش بعد جمعة مش تعرف شو يلا جيب سيدي دليفري يعني مش ما في شبع تماما. بس كيفية الوقاية مثلا من هيك الأمور أو الحد منها برأيك؟ هلأ خلينا نحكي وقاية كأشخاص وخلينا نحكي كمؤسسة. هلأ كأشخاص أنا دائما بعمله بتكل في واي فاي تبع المكتب أو البيت، وعم يكون في 4G 5G من الجهاز التليفون، وحتى بتكل يكون في شركتين اتصال، يعني يكون اذا انا مشترك من هالشركه على الواي فاي تبع المكتب او البيت باخذ من شركه ثانيه على 4G او ال LTE، يعني على 4G او 5G. ليش؟ انا اوقات بصير في اعطال تقنيه معينه، يعني بتصير انه هو سوفت وير وسيستمز وتقنيات عم بتصير، ساعتها ما بياثر على يعني بضل بقدر مشي حالي. وصاير معي على كذا كور، يعني حتى نحن بيكون معنا بشغلنا بكل شيء، مثلا لو سمح الله هلا وقفت انا وياك دغري بفوت هوت سبوت يعني في اوبشن صغير ومكفي. وحتى كمان في بماكاتب معينه كنا نشتغل عليها بكون في يعني اول كونكشن انترنت وثاني كونكشن انترنت من مؤسستين مختلفين كمان. وحتى في حاله سمح الله وحده وقفت تلقائيا بتنقل على الثاني لحتى ما يكون في هذا العطل وهيك، انه في بتعرفي اشغلنا بالمكتب وهيك بهالامور. وحتى على صعيد شخصي يعني هلا كمؤسسات كبيره اللي عندها مواقع هيك، يعني خلينا نحكي مثلا اذا انا عندي موقع تجاري وقفت على ساعه او ساعتين اكيد رح اتاثر. بس يعني انا بدي احسب، انا اذا عم بيع 10 منتجات بالنهار، اوكي خلينا نعتبر المنتج ب 300 درهم، يعني انا 3000 درهم بالنهار، بدي اعتبر اني يمكن خسرت 1000 درهم مبيعات اليوم، لاني اعمل تقنية زيادة لحتى أحمي حالي حتكلفني يعني كذا 100,000 درهم بالسنة لحتى حل هالموضوع هيك. فيمكن بيسيب لك أنا بحمل هالألف درهم ماشي، يعني حتى ما أوصلش 200,000 درهم. بس مؤسسات مثل أمازون يعني بتوقف 3 دقايق، يعني عندك مصروف عندك ربح هائل راح، هذا غير موضوع. لا بيعملوا هن حساباتهم تاني لك لا أنا مدفع 400-500-600,000 درهم وبريح حالي بحلها، يعني مثل الانشورنس. وهي الامور الوقايه حتى على مستوى الباسوردز يمكن نحن ما بناخذها بعين الاعتبار، بحس يعني كل واحد بحط نفس الباسورد. انت عم نحكي على مستوى الواي فاي او مزود الخدمه وعم بتغيره، نحن الباسورد مرات بنستخدمه لكل شيء نفس الباسورد. مثلا حتى شفت بوست ايمن بيقول انه قد ايه بدك مده الزمن لتهكر الحساب اذا كان الباسورد عباره عن 4 حروف مثلا 5 6 اللي هو يعني، او مستخدم مثلا كابيتال او مستخدم مثلا الرموز. ف يعني بتوقع كمان هاي امور لازم ناخذها بعين الاعتبار ايضا. سؤالك كثير محله، وهو الانترنت بيلعب دور، يعني مثلا حتى انا اوقات لما بتصل بالبنك على صعيد شخصي
هذا بيقول لي بدي اتاكد منك شو بيسالني على المعلومات الموجوده، بيقول لك لا حيحط يطلع فيسبوك بشوفها اسم، يعني اسمي الكامل وعائلتي ورقم تليفوني ميلادك ميلادي هذا شيء، انه ايه اوكي تفضل انا اسمي انا من بسام فوت اعطيني خلصت يعني. ف يعني فهيدي من جهه معينه، من جهه ثانيه عم تقولي نحن على صعيد شخصي. هلا عاده الناس بتقول لك انا صعب احفظ باسوردات وهيك، في حلين، خلينا نحكي الحل الابسط والحل الامثل. الحل الابسط اهم شيء، اهم شيء يكون في عنا على القليله 3 أو 4 باسوردز، يعني هو نفصل الايميل باسورد عن انستغرام وفيسبوك وتيك توك وغيرها. ليش؟ لحتى في هذا حال لا سمح الله حدا نشطنا فيسبوك وانستغرام، الريسيت بيكون عن طريق الايميل، الايميل حتى ما يكون نفس الباسورد على الكل يفوت علينا كلنا نحن بفرد مره ياخذنا كلنا. وكمان بنصح فيها انه نحط رقم تليفوننا على انستغرام او فيسبوك كل شيء، لانه اذا كمان حدا اخذ الباسورد مثلا، حسبي انا عندي باسورد، عندي باسورد تبعي، عاده شو بتصير؟ بكون عندي كافيه في موضوع علاقه قديمه، حدا اعطي باسورد، حدا الاخ القرابين، دائما هيدي الخبصات بتكون هيك يعني. فبدهم يفوتوا. هلا اذا حط رقم التليفون بيطلب يقولوا انا اوكي انت جهاز جديد صح، خلي الاخ اتاكد منه، ببعث له بيبعث لك اس ام اس بيقول لك هالكود وهيك، هيك ساعتها حميتي حالك بطريقه شوي بسيطة هون. فيكون 3 أو 4 باسورد رح تتغير. الحل الأمثل في سوفت وير بيكون موجود، فيكون إذا هن جماعة آيفون في هو صار بلت إن بقلبه الكي تشين، أو في سوفت وير مثل ون باسورد وغيره، اللي هي سوفت وير اللي هو بحفظ باسورد واحد لتبع هالسوفت وير، اللي هو بيحفظ كل الباسوردات المغيرة هون فيها وهيك. بس أهم شيء هذا ما يضيع، لأنه إذا ضاع يعني هذا مثل مفتاح، هذا خلاص إذا ضاع تماماً ما في اي من سوبيا عمل، ما فينا نعرف ابدا. حتى عم نشوف يعني على الواتساب كتير ناس عم بيتهكر حساباتهم على السوشيال ميديا، بعدين مثلا عم بيحاولوا يهكروا الواتساب. فحتى الناس عم تقول انه فعلوا التو فاكتور اوثنتيكيشن، يعني كنا عم نحكي حتى عن هذا الموضوع. ف يعني بموضوع الواتساب انا صار معي في واحد حكيم صارت معه كمان لفت نظر فيها لهذا، واحد حكيم صارت معه وحدا البيشنس اللي بيعرفهم معه هذا بعث له مسج قال له ليك انا بمدري وين باي بلد ومقطوع وهذا تماما، بدي بعت لك كود بس اعطيني اياه هيك. هو بيطمن باله انه نحن يعني مع بيت بسام اصحاب نحن تماما يعني. فطلع هذا شو الكود، اخذ الواتساب تبعه وصار هو يعني اخذ الواتساب وكف الحديث، وصار هو كحكيم عم يبعث للناس انه انا مقطوع بهالبلد، بعت لي 200 درهم، بعت لي 200 درهم وهيك يعني. فما نشتغل عليها. حتى انا يعني مع الفريق تبعولي بيقول لي ايمن بعت لك اس ام اس انه لحظه خير، وهذا الكود وين رايح لعن مين يعني. لانه حتى لو مش دائما، بس انا معود حالي انه لا اتاكد انه خايفين يعني، اذا في كود وحدا ساله هيك لا اتاكد، بس انه طبعا بالي كل شيء اوكي يعني. صحيح، شكرا كثير لك ايمن، نحن دائما بنستغل وجودك معنا نعرف كل المعلومات. شكرا كان معنا ايمن عيتاني خبير في تقنيه المعلومات. شكرا لكل الناس اللي تابعتنا، انا بشوفكم بكره بنفس الموعد، نهاركم سعيد.